أشرف زعيتي محمد مدير تربية لولاية بشار على انطلاق عملية توزيع كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة على كل الابتدائيات بالولاية. هذا وتم توفير أكبر عدد من الكتب للابتدائيات قبل الدخول المدرسي، حيث استلمت الدوائر الثلاث العبادلة والقنادسة وبشار نصيبها من الكتب. التغطية لمهدي بوشتا. تحضرون معنا هذا الصباح، وبهذه المناسبة أنتم تلاحظون بأن فيه شاحنات اللي تنقل هذه الكتب، وكتب متوفرة وكافية جدا لكل مدارس ولاية بشار. والآن هذه الشحنات ستصل إلى المؤسسات التربوية. بهذه المناسبة أشكر السيد والي الولاية على تجهيزه وتقديمه لنا يد المساعدة وحضوره القوي معنا لانطلاق موسم دراسي جيد وموفق إن شاء الله.